خلال يوم الغد دائما طقس حار سيخص تقريبا جل المناطق الشمالية ولكن بعد انقشاع ضباب ونسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحل الغربية في الأجواء تبقى مشمسة وصحوة على الشمال وحتى على الجنوب أما خلال هذه الليلة وخاصة صباح الغد ننتظر عشر درجات أقول عفوا على الجلفة 25 درجة على العاصمة 14 درجة على ستة 26 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله دائما درجات حرارة مرتفعة ننتظر 35 درجة تحت الظل على العاصمة نفس المقياس على وهران 36 درجة على تلمسان مع سكر غليزان وشلف 29 درجة على ولاية باتنا نفس المقياس على غردة وحتى على ولاية إليزي 36 درجة وهذا على تندوف وحتى على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ شرقا وغربا لكن قليل الاضطراب على السواحل الوسطى رياح معتدلة لن تتعدى 40 كم في الساعة خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء مرورا بيوم الأربعاء وإلى غاية يوم الخميس نفس الوضعية الجوية إن شاء الله ننتظر بحول الله أجواء مغشاة تقريبا على جل الهضاب بينما أجواء مشمسة على الجنوب درجات حرارة مرتفعة تفوق المعدل الشهري